الإتمام والكمال، انتظرها القطريون ليظفروا بثالث ألقابهم في منافسة كأس الخليج في طابعتها 22 التي اختتمت فعالياتها مؤخرا بالعاصمة السعودية الرياض وعلى حساب منتخبها بالذات، عندما تجاوزه العنابي في المشهد الختامي وأمام أكثر من 50,000 متفرج امتلأت بهم جنبات ذرة ملاعب الخليج ملعب الملك فهد الدولي. مهندس الملحمة لم يكن سوى صاحب المهمات الخاصة، حيث ذكر اسمه يغني عن كل وصف، إنه الدولي الجزائري سابق جمال بالماضي، الربان الجديد لمنتخب ابتعد كثيرا عن منصات التتويج أو حتى الظهور عليها خليجيا أم أسيويا، فبعدما كان الصاهرون على شؤونه بالأمس القريب يلهثون وراء أسماء يشار لها بالبنان في عالم التدريب من دون أن يغيروا من واقع العنابي في شيء. يا اخويا شرف، يعني شرفنا بالفوز تاعو في كاس الخليج، احنا كنا اول مناصرين وشفنا مباراه نهائيه امام السعوديه، يعطيه الصحه، شرف لنا كفنيين جزائريين وكل المدربين الجزائريين، على الاقل تولي تبدل النظره تاع الناس للمدرب الجزائري، الحمد لله يعطيه الصحه ومبروك عليه. بالماضي شق طريقه منذ أن وطئت أقدامه بلد مونديال 2022 بثبات، عندما قاد نادي الخوية إلى تتويج بدور نجوم قطر في موسمين متتاليين 2011-2012. تألق قابله سؤال بالبنط العريض، هل سيبتسم بالماضي أخيرا ومعه الجماهير القطرية؟ الإجابة جاءت منذ ضربة بداية مبارية العنابي في المونديال الخليجي، عندما أجبر صاحب الأرض والجمهور الأخضر السعودي على تقاسم نقاط المباراة الافتتاحية، تلاه تعادلان سلبيين أمام المنتخبان اليمني المتواضع فالبحريني، ما أهله إلى المربع الذهبي، وفيه واجه منتخب سلطنة عمان المنتشي بخماسيته في مرمى الأزرق الكويتي، غير أن بالماضي لم يأبه لكل ذلك. جمال بالماضي يعني ديجا فخر كبير لأنه جزائري، وأنا شايفين يعني لي تكنيسيان الجزائريين عندهم القيمة تاعهم، وبالماضي ما نساوش باللي دار النتائج حتى مع الفريق الأولمبي تاع القطر، وداروا فيه الثقة يعني المسؤولين تاع الفيدرالية تاع قطر، وراكم تشوفوا يعني النتيجة، جاب يعني الكأس الخليج، ونهنيوه وإن شاء الله نتمنوا له يعني نجاحات أخرى. شيء غير متوقع، أنا خرجت من الماضي كمدرب اللي ما عنده شهادات كبيرة، مازال ما عنده، أو جاي في الجزائر يوم في جانفي باش يدير الدرجة الثانية، والحق وتوصل وين فاز كأس مع أقل من 21 سنة الفريق الأولمبي قطري، زاد فاز مع الأكابر، إنجاز ما ينجم يديرو نقول أقلية قليلة من المدربين، لأن في الخارج كاين مدربين كبار، لاعبين مدربين داو شامبيونز ليغ، لاعبين بطولات عالمية، حنا هذا الشيخ نفخروا به لأنه كلاعب جزائري قديم، كمدرب جزائري. خوخي الإنسان اللي نعرفه غيسمانا من ولاية تيبازا تاعي، وكان شرفت علينا اللي كان في لي سيليكسيون دو جون أو نيفو دو خميس تيبور. ليسانس احنا نقولوا ضيعوا، كان بزاف اللي يقولوا بدلوا الجنسيه، احنا الجنسيه هي جنسيه عربيه، الجنسيه هو الاسلام، هو اللي هي الجنسيه تاعنا، يلعب في قطر في الجزائر ومسلم، يكون قاعد في الجزائر بالك ما يلحقش المستوى هذا ولا ما يكونش في الفريق الوطني، لاعبين عندهم امكانيات. رجه خفيفه في بدايه المواجهه العمانيه قابلتها بروده دم واعصاب بدت على محيى ثعلب بالصحراء، ما مكنه من لملمة أوراقه فأهدته ورقة العبور إلى المشهد الختامي بفضل ثلاثية أشباله وبمساعدة ابن بلده، ويا لهما من سند، بوعلام خوخي وكريم مضياف لاعب النادي العربي. فاستحق الكوش تسمية بالماضي عنوان تفوق قطر خليجيا، لكن الداهية أثر تأجيل إعلان فرحته إلى حين اجتياز العقبة السعودية في تكرار لسيناريو لقاء الافتتاح، ومرة أخرى وجد من سينصبون أقدامهم زعماء الخليج أنفسهم متأخرين للمرة الثالثة في مغامرتهم، لكن من يشخص الداء من المستحيل أن يخطئ في الدواء، ومرة أخرى كان الحل بأقدام جزائرية بامتياز، ومن غيره إنه بوعلام خوخي، ومرة أخرى استحق بالماضي الثناء من بني جلدته قبل مسؤولي الاتحاد القطري للعبة
فكان خير سفير لمدربي الجزائري في منطقة الخليج العربي. We'll be right back.